مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتورة محمد الألفي المحلل السياسي من باريس. دكتورة محمد، بعد التحية يعني دعني أبدأ معك من الجمعية الوطنية الفرنسية والمنعقدة الآن في جلسة طارئة لبحث مشروع القانون الذي قدمته حكومة باريس بشأن تمديد حالة الطوارئ. يعني كيف ترى لهذه الجلسة الطارئة وإلى ماذا ستتوصل إليه؟ أهلا وسهلا بحضرتك أهلا والسادة بك يا المشاهدين دكتور. الكرام. الحقيقة هو في دلوقتي يعني في يعني مشاحنات داخل الجمعية الوطنية ومناقشات ساخنة، ولكن في النهاية الحقيقة يعني لابد أن يتم تمرير هذا القانون أو التعديل اللي هو للدستور، يعدل بعده على أساس مادة الدستور، يعدل بعد بناء عليها مادة القانون، لأنه بالفعل القانون المادة القديمة من سنة 55 ما فيش فيها اللي هي التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، ما فيش فيها المراقبة، ما فيش، وبالتالي يعني لابد أن يمر هذا عبر الأطر التشريعية ثم القانونية، لكن أتصور أنه هيمر بشكل أو بآخر. لكن خلينا أقول لحضرتك الجديد برضو في مسألة عملية المداهمة بتاع ساندوني الصبح. تفضل. هذه المداهمة تمت بناء على معلومات من المخابرات المغربية تحديدا بحاجتين: بوجود عناصر هاربة في منطقة ساندوني، وبوجود بعودة صلاح عبد السلام اللي هو كان صدر صورته في نشرة وتم تعميمها بعد الحادث بأقل من 24 ساعة، بأنه عاد مرة أخرى إلى بلجيكا، وبالتالي بدأ يعني فرنسا يعني تستجيب لتستقبل معلومات من أصدقائها بشكل أو بآخر، لأنه كما هو معروف أنه التعاون المعلوماتي بين المغرب وفرنسا كبير جدا. صحيح. ولأن المغرب ما بيحميش حدوده من جواها، لا من الخارج كمان. نعم دكتور، يعني لو تحدثنا عن الإجراءات الأمنية الآن والإجراءات الاستثنائية أيضا، يعني مثل إغلاق أماكن بعينها أو تفريق تجمعات أو مشابه، هذا بخلاف طبعا التصعيد المراقبة على الإنترنت وعلى المسجز ومن هذا الصدد، يعني كيف يمكن وصفها الآن؟ هو حضرتك احنا امام مشهد مماثل لاصدار قانون يشبه باتريوت اكت الامريكي بشكل او باخر، بس هو يمكن انه ما يكونش فيه جوانتانامو، يعني هو ده اللي هيكون الفرق. لكن طبعا هم حريصين جدا على قيم الجمهوريه الفرنسيه، حريصين جدا على حريه الفرد، وبالتالي هم بيقوموا بعمليات نوعيه بمفهومها الصحيح. يعني النهارده هم لما قاموا بمداهمات في ساندوني هم رايحين على هدف محدد، وامنوا الناس بشكل كبير كبير جدا، وده اللي بيهمهم الحقيقه في هذا النوع من العمليات. لكن خلينا اقول لحضرتك، هو اعلن رسميا انا في حاله اعلم الطوارئ من ليله الجمعه. نعم. اللي حصل فيها الحادثه، وبعدين طلب التمديد 3 شهور، وحتى دلوقتي موجوده وانا بكلم حضرتك كنت بمر من وسط المدينه من داون تاون، وكان انه الجيش موجود والشرطه موجوده، لكن لا احد يعني لا يتم التعرض الا لمن يخالف القانون او المشتبه به. حتى توسيع دائره الاشتباه ما بيوسعش دائره الاشتباه عشوائيا الا لمن يعني في سجلاتهم او في السجلات الخاصه بهم مشاكل سابقه. يعني دكتور، يعني في هذه النقطه تحديدا شريحه كبيره متخوفه من توسيع دائره الاشتباه بشكل عشوائي، يعني طبعا نعرف أن هناك من الكثير من الجاليات الإسلامية والعربية في باريس أو في فرنسا بشكل عام. لا الحقيقة حضرتك يعني لا داعي للتخوف نهائيا، كل من ليس له صلة بأي خلافات في هذا الشأن، لا يحرض على العنف، لا يحرض على ارتكاب جرائم، لا أحد يستطيع أن يمس بقوة القانون حتى وإن كنا في قانون طوارئ وإن كان هو أعلن حالة الحرب. ودي ميزة دولة المؤسسات، بتبقى فاهمة هي بتتحرك في أي اتجاه. وهو اتكلم في خطابه النهاردة كمان، يعني أشار إلى أنه في 6 مليون مسلم. النهاردة فرانسوا أولاند قال خطاب من أفضل خطاباته أيام رؤساء أمام رؤساء البلديات في باريس، وحتى المير أو رئيسة بلدية باريس السيدة هيدالجو قالت أنه كانت بتدعو إلى التسامح، وأننا مجتمع من عرقيات مختلفة، ولكن الآن إحنا أبناء الدولة الفرنسية ويجب أن نتعاون في هذا. ويشبه إلى حد كبير خطاب حالة الاتحاد اللي بيقدمه أوباما في فترة من فترة إلى أخرى. لكن يعني خليني أقول لحضرتك إن هو مسألة الإغلاق لا تطال المساجد المعتدلة، تطال الأماكن المتشددة واللي هي عليها ملاحظات سابقة ونبهوهم عدة مرات. إيقاف من تم إيقافهم أو يتم سحب جنسياتهم
او طردهم خارج البلد، اللي هم المتشددين اللي هم بالفعل خلقوا الفكر الداعشي لدى ابناء الجيل الثاني والثالث، واصبحوا قنابل موقوته بتهدد الامن والسلم المجتمعي داخل الدوله الفرنسيه. يعني دكتور، في هذه المرحله هل يمكن التفريق بين المتشددين والطبيعيين؟ لو يمكن القول، يعني في هذه الاوقات غالبا ما يؤخذ العاطل بالباطل كما يقال. لا بالعكس، طب ما هو حضرتك في ناس كان تم القبض عليهم لاستجوابهم في مساله، لو تفتكر حضرتك انه كانوا القوا القبض على، يعني ما كانش حد عارف مين اللي بيجري في منطقه المطرح في الباتكلاو، ما حدش عارف مين اللي بيجري ناحيه ستاد دو فرانس، وبالتالي تم اشتباه في كل الموجودين وقبضوا على ناس وحققوا معاهم، واتضح ان هم ما لهمش صله وتم الافراج عنهم. حتى لما كان شاب مصري اعلن انه فقد جوازه وبعدين اتحركت السفاره، السلطات القضائيه الفرنسيه نفسها اعلنت حضرتك رسميا انه ليس متورطا في اي شيء. لكن المساله لا، يعني يجب انه الناس تتعامل بشكل طبيعي، لانه ليس هناك ما يقلق اذا كنا نحن نتحرك لا نخالف القانون. هذه دول تحترم من لا يخالف القانون بكل الاشكال. يعني في كلمة اليوم أيضا دكتور، في كلمة الرئيس الفرنسي اليوم قال إن بلاده مستهدفة من تنظيم داعش الإرهابي. هنا مستهدفة، يعني هل هذا يشير إلى أن هناك معلومات استخباراتية أو مشابه بمخططات لهجمات أخرى على باريس؟ هو طبعا خليني أقول لحضرتك بشكل واضح وفي أرقام، يعني إذا كان هو أوقف 104، لا أنا هقول لحضرتك هو 40,000 شخص لديهم اللي هو حرف السي في الـ في الـ في, الـ في الدوسيهات بتاعهم، دول المفروض كلهم اشتباه، ده رقم واحد. نعم. فيهم ما ينتمي إلى التطرف حوالي 14,000، فهو ما زال أمامه مرحلة عمل لتطهير الأخطاء أو الأخطاء التي وقع فيها سابقا باحتضان العقائديين المتطرفين من كافة الأديان، مش بس اللي من أصول إسلامية. وامامهم فتره عمل شاقه ان هم يعيدوا هيكله سكان الضواحي اللي بينتمي لها الجيل الثاني والثالث، اللي هم فاقدين الهويه للمجتمع الفرنسي ولجذورهم اللي تعود لاكثر من 100 سنه، يعني ما عندهمش هويه، وبالتالي دول ارض خصبه للشغل. لكن صحيح. على فكره مستهدفه. لابد ان يعي الجميع ان داعش هي اخر حلقه، وان كانت هي اللي في المشهد، لكن لابد انه ناخذ بعين الاعتبار رساله نقلها الوزراء اللي مثلوا فرانسوا هولاند في الجي 20، لانه ما راحش نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلد. وبلغوا الرساله للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قالوا له الرئيس يطلب منك تجفيف منابع تمويل داعش. يعني اعتقد رساله واضحه، لانه المخرج الوحيد لهذا الجماعه الارهابيه هو تركيا، وبالتالي يجب ايقاف هؤلاء من هنا. لكن فرنسوا هولاند امامه مشكلتين. المشكله الاولى هي انه لابد ان يصل الى حل مع الرئيس الروسي بوتين فيما يخص سوريا عشان يقدر يحل، والنقطه الثانيه ان لابد ان يتفاهم مع الرئيس الامريكي باراك اوباما فيما يخص تركيا، لانه امريكا هي من توجه رجب طيب اردوغان طبقا لاجندتها، وعلنا هو الرجل يتحرك طبقا للاجنده الامريكيه حتى في عدائه او استعداء دول اخرى. وبالتالي هو لابد ان يجمع في الحلول ما بين بوتين واوباما للتصرف فيما يخص سوريا وتركيا. واعتقد انه حتى لو اتحركت 100 يعني عدد 100 حامله طائرات تطلع تضرب لن تؤدي الى نتيجه، وحتى ان امريكا بتقود تحالف دولي كل يوم يطلعوا يسقطوا شويه قذائف على كم جبل ويقول لك عملنا، الكلام ده كله لن يسمن ولا يغني من جوع الا اذا اغلقت عليهم وتم ضربهم في الجو وبقوات بريه. علشان نقول ان احنا قضينا عليهم، ولكن يبقى هناك عملا شاقا جدا داخل الدول الاوروبيه واولها فرنسا وعلى راسها بريطانيا اللي بتضم اكبر مجموعه من المتشددين. بشكرك دكتور محمد، شكرا جزيلا على هذه المتابعه معنا. كان معنا الدكتور محمد الالفي المحلل السياسي من باريس.